أشرف صلاح الشناوي في السن 14 عاما من الجابرية مركز المحل الكبرى حافظة الغربية. الحمد لله حافظ القرآن الكريم كاملا بالمقامات والقراءات والتجويد. الحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة فنجان النور، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة بند الأصوات والذي كانت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. الحمد لله سافرت العديد من الدول منها قطر وتركيا، إن شاء الله سأمثل مصر في حفلات في سهرات رمضانية في تركيا هذا العام إن شاء الله ليلة 27 في أنقرة.